الإعلان هيتنشر بكرة يابا. إعلان إيه؟ إعلان طلب مدير التسويق للمصنع. ومين قال لك إن أنا عايز مدير تسويق؟ أنت يابا. أنت لحقت تنسى ولا إيه؟ لا. ما نسيتش. طب ونجيب مدير تسويق ليه يا أبوي؟ لما قاسم قايم بالشغل زي الفل. هو يا دي أنت أول ما تفوق تفوق علينا. كل يا أبو قاسم الأكل هيبرد. ليه يا قاسم؟ أنت ما قلتش حاجة لسه لبنتك على الكلام اللي قالته لي؟ مش قلت إنك هتربيها يابا بدل أبوها اللي ما يعرفش يربيها؟ مروة متربية أحسن تربية يا عمي. أنت كمان ياض طلع لك لسان ولا إيه؟ ممكن تاكلوا وأنتوا ساكتين؟ جدو أنا عايزة أقول لك على حاجة. قولي يا عيون جدو. أنا من بكرة هنزل أشتغل في مستشفى. مستشفى إيه يا بنتي ليه؟ لا. هو أنت فاكرة نفسك اتخرجتي عشان تشتغلي دكتورة؟ لا أنا مش هشتغل دكتورة. أنا هنزل أشتغل ممرضة يا جدو في مستشفى. ممرضة؟ كلمة دي يا بنتي اللي بتقوليه؟ يعني أنت فاضل لك سنة وتتخرجي من كلية الطب وعايزة تروحي تشتغلي لي ممرضة؟ أيوه عشان أجيب مصاريفي ومصاريف جامعتي يا ممدوح. هو أنت بتقولي أي كلام يا بت؟ مصاريف إيه وجامعتي إيه؟ ما أنا أبدل أبوكي شيء وشويات عشان يصرف على دروسك ومصاريفك. الله الغني يا جدي. وفر فلوسك. أنا مش عايزة حاجة من حد. يا عالي يا مروة وبطلي هبل. أنا عاقلة وعارفة أنا بقول إيه كويس. تصبحوا على خير. مروة خديني على سريري. مالك يا ياسين؟ هي بنتك دخلت كلية الطب؟ دي بقى لها سنين كتير يابا. هي دي حاجة تتنسي؟ لا أيوه. طب واللي بنتك ها؟ مش أنا اللي بنت ابني يتقال عليها شغالة ممرضة. قسما بجلال الله البت دي لو عملت اللي في دماغها أنا هكسر لها عظمها. أنت تتكلم عدل وما تقولش الكلام ده تاني على أختك. ساكت ليه يا أبو الدكتور؟ ولا أنت خلاص ما بقالكش كلمة في البيت؟ شبعت يابا. خير يا سوسو. خير يا قلب سوسو. بص يا ستي على بلاطة كده ومن غير لف ولا دوران خالتك رأيي كلمتني في موضوع يخصك. يبقى موضوع فريد. قولي لي يا شوشو انت مش عايزة ترتبطي دلوقتي ولا انت رافضة الواد اصلا؟ رافضة الواد اصلا. ليه يا حبيبتي؟ هو فريد عيبه ايه؟ خالته عيبه انا وانت عارفينه كويس. وقبلنا هنا اللي رفضته قبلي. هنا يا حبيبتي اختارت اللي قلبها مله. وانا كمان من حقي ارتبط بالشخص اللي اختاره قلبي وما يبقاش طمعان في ورثة ماما بعد عمر طويل لجده. طب مش جايز يطلع فريد بيحبك فعلا وتكون انت اللي ظلمه؟ المهم